السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى توتنهام هوتسبير ستاديوم ديربي لون. ادوار مندي لاول مره الحارس الويلزي غايب عن التشكيله، اسمه كيبا، تعبير ووصف قيز عضوي، والتوزيع بعيدة في القائمة الثانية تماما على برنير. جورجينيو يبحث عن ثم إريك داير ثم حارسو ممتازة لسيزارات بريكويتا أوتسون وإريك داير. كرة بعيدة من كوفاتشيتش ومن جورجينيو، البحث عن أوليفي كوفاتشيتش لبن تشيلويل، جاء اليسرى ميسن ماونت يا أوضوي، خطأ فادح من تونغونغا وأوضوي كاد يفعلها ويسدد ويسجل بيسراه. الكرة رجعت للخلف تماما ناحية أرضية، الكرة خطيرة خطيرة، وفيرنارو جول، بابا 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 فيرنارو جول، ضربة ساحقة ألمانية أرضية زاحفة في الجهة اليسرى وجول. هرب سيزار اسبيريكويتا على الجهة اليمنى، مراوغة ولم دخل بعيدة كرة هذه لبيرغفاين، مندي مرة ثانية وتوموري لو 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 قوي جدا التدخل من توموري هنا من أمام ريجيلون. يا لريجيلون، هذا دوري إنجليزي مش إسباني. سيسوكو مرة ثانية، عرضية بعيدة ومندي في الالتقاط، صميلة في القائمة الثانية ناحية بيرغفاين، التصدي من بيرغفاين وبيرغفاين وبيرغفاين، الحكم قريب جدا، اقترب من اللقطة، إدسون فرنانديش كاد يفعلها ويسجل هدف التعديل. حكم المباراة يقول له لا 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 بهذا الشكل، ويراوغ مراوغة بهكذا كيفية، في حين فيرنير متعود على هكذا أهداف وحطها تقريبا في يدفع فيه خطأ، الحكم قال لا، والانطلاقة مرة ثانية ميسن ماونت، والحكم يصفر خطأ لصالح توتنهام. طبعا متوقع هكذا إثارة، دوي يرفع كرة في القائمة الثانية خطيرة، فيرنر دوي راح انطلق على الجهة اليمنى، توزيع عرضية خطيرة وروري سوكو لاميلا، كيلة ممتازة من بيرغفاين ولاميلا وبيرغفاين، وخروج موفق من الجهة اليسرى البحث عن ريجيلون. سيزار اسبيريكويتا يتفوق بالراس وفي جاد أحد الزملاء، يجد كوفاتشيتش كوفاتشيتش ولما تشيلسي أو توتنهام وإما ليفربول أو أرسنال، محتفظ بالكرة الأرجنتيني قاوم ويضيعها، وخروج من جورجينيو بعيدة تماما، البحث عن أوليفيي جيرو، تغطية دفاعية من هنالك عند الضرورة تكون أنت على الجهة اليمنى ونكون على الجهة اليسرى. رائعة الكرة هذه من جورجينيو، ولكن أوليفيي جيرو لم يقدر عليها، لا على مراقبة وين نروح شوف وين أوي، والعودة سريعة لاميلا لاميلا وبيرغفاين وكوفاتشيتش، والبطاقة الصفراء بيرغفاين وكوفاتشيتش، وأول بطاقة صفراء يخرجها الحكم. طبعا في كرات مثل هذه توتنهام الذي حاول الرد ولكنه لم يقدر، كرة بعيدة بالرأس ريجيلون مرة ثانية، ريجيلون كرته لم تمليه، تغطية دفاعية من كورتزوما بروعة، كوريي سيسوكو والدفاع أرضية ولا جيلويل، يا كيبا ستبقى في الاحتياط، يا كيبا الأسبوع المقبل سيكون مندي أساسيا، انتهى أعتقد أمرك مع فريق تشيلسي. هاي اللعبة كم كانت رائعة، مندي كان أروع، كورتو يحاول يمر يدخل، هاي خطيرة أو بيرغفاين، تسديدة بيرغفاين عالية من الهولندي راحت فوق المرمى، نشط الركنية تنفذ في القائمة الثانية، مندي بمقبض عين عرضية والريال بيسرع، التسديدة مرت بعيدة على مرمى الحارس إدوار مندي. تونغونغا تونغونغا يرفع كرة بعيدة ومندي يير، هي للكرة في العمق، بيرغفاين بيرغفاين خطيرة، اولا لا بيرغفاين وتوموري بروعة ينقذ الموقف ويخرجها في الركنية، ضغط عالي كبير من هنالك تونغونغا، الكرة خطيرة وتوغل بيرغفاين نو، يقول حكم المباراة نو، ليس هناك خطأ، توصل أوليفيي جيرو تأتي اليمنى، سيزار اسبيريكويتا يتقدم سيزار، سيزار لم يكن سيزار في هذه الكرة، مرت بعيدة تماما، طبعا قد يسجل هو الهدف الثاني. ميسن ماونت، أوه بطاقة صفراء لتونغونغا،
جافيت تانغونغا 21 سنة فريق توتنهام. الكرة مرفوعة في القائمة الثانية وصلت من كوفاتشيتش. الدقة الصفراء بعد هذا التدخل اللي وصلها لفيرنر. فيرنر ميسن ماونت لم يمر لا وكر ولا شيء. فرنانديش هنا لم يخطئ أمامك، مع ذلك الحكم يوقف اللعب، يوقفه لأنه بيرغفاين سيسوكو. لا تلعب مباشرة البينية. إيريك لاميلا لم يتمكن، الآن يحاول يمر من جورجينيو، يلعبها في الوسط مندي، استرنيرت فوق عليه، وصلت لأوريي. أوريي إيريك داير، هي للكرة بيرغفاين راسبيريكويتا. كادت توصل لميسن ماونت. سيسوكو في الاسترجاع من هنالك خطيرة. فيرنر يقولوا فيرنر سريع، يدخل فيرنر وجيرو. أوري على الجهة اليمنى يبحث عن أوري كين. ريجلون في القائمة الثاني. برجلك كانت أفضل، ولكن أنت تبعتها تقريبا براسك فضربتها بالراس. شوف هنا التمريرة، فيرنر متسلل، حكم لم يقل شيئا، وهنا ركنية أم تسلل؟ أبراهام واتسون أودوي. توتنهام كذلك كرة بالراس. واتسون أودوي، إيمرسون أرضية، والدفاع يتدخل. ماونت وفيرنر وأبراهام مرة ثانية. بدأت تظهر المساحات والفراغات بالنسبة لعناصر تشيلسي. سيرجوري يستلم الكرة، سيرجوري وكرته لم تمر. الأخطاء البدائية لا يسمح بها طبعا، المفروض أن يخطف الكرة. هاري كين أولالا، رائعة من هاري كين فوق مرمى إدوار مندي. فاتت هذه الكرة، الفرصة الأولى لهاري كين منذ دون ريجيلون. الراسية لاميلا جول، الراسية لاميلا جول عند الدقيقة 83. توتنهام يعدل أطيونا مورينو الآن بعد تسجيل هدف التعديل من لاميلا أمام الحارس إدوارد. وحده الأرجنتيني، وحده في القائمة. لاميلا أودوي في الوسط، يبحث عن فيرنر والكرة لم تصل. كرة في المخالفة من لاميلا، التغطية الدفاعية تصل لاميلا. لاميلا كرة خطيرة، لاميلا كرته لم تمر. سموران دومبلي، مورا لون دومبلي، كرته لم تمر. ما زال سقط الدرفيريل. دي بابا كانتي التسديدة، وكانتي داير ومندي داير وجول برام ويقول الريس وجول ادوار مندي. لاميلا جول، ثلاث كرات في نفس الزاوية اليمنى من هنالك لحارسي المرمى. عقلك يا سيزار. اسبيليكويتا طيد ركلة الجزاء الآن الثالثة. ركلة الثالثة، جورجينيو حطها على اليسرى. جورجينيو يسجل الثالث لتشيلسي، ثلاثة توتنهام، ثلاثة، وتؤهل فريقك للدور ربع النهائي. لوكاس مورا، بروعة لوكاس مورا في الزاوية اليمنى، أربعة مقابل ثلاثة. سيمرسون ولوريس، كين يسددها ويسجلها جول. أميغو لوريس، ضيعها. ميسن ماونت يمنح مورينيو التأهل للدور الربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.